وأنا أعتقد أيضاً أن إيران تريد أن تعقد اتفاقية معنا، وهذا ذكاء منهم، وأعتقد أن هذا محتمل أيضاً. فيما يخص الانتقاد الموجه لك لأنك دعمت دكتاتور على حساب جون بايدن، إذا نظرنا إلى هذا نائب الرئيس الذي تحدث عنه، وتنظر إلى الاتفاق النووي مع إيران، إيران حينما جئت إلى المنصب كانت أمة رعب، فهم كانوا خلف كل هجمة كبيرة سواء في سوريا أو اليمن أو حتى المناطق الصغيرة، وهم كانوا يسرقون البترول من الشعوب، والآن هم يتراجعوا للمشكلة الاقتصادية الكبيرة التي أوقعناهم فيها، فهناك عقوبات كبيرة فرضناها عليهم، وهناك أيضا هجمات منا عليهم على مثلا الحديد والنحاس، وأنا لا أريد أن أؤذي إيران. كل ما أريد من إيران أن يقولوا لنا لا نريد سلاح نووي، فالعالم لا يستطيع تكبد مشكلة أكبر من قبل إيران. ومجددا أقول لك، أعتقد أن لدى إيران إمكانية اقتصادية رائعة، وأنا يمكن أن أسمح لهم أن يعودوا للمنصة الدولية وأن ينافسوا إذا التزموا. وأقول لك أن الشعب الإيراني شعب عظيم، وأقول لك نحن لا نريد تغيير النظام الإيراني، نحن نبحث عن غياب السلاح النووي. وأنت تنظر لاتفاق نووي مع إيران، بايدن وأوباما وقعوه و لن يعطينا أي صلاحية للرقابة على السلاح النووي إذا انتهكوا الاتفاق، فهذا اتفاق معيب. لذا هناك العديد أيضا من الأشياء السيئة التي فعلوها. لذا أقول لك أن جو بايدن كان كارثة، وإدارته مع أوباما كانت كارثة، سواء في الاقتصاد، سواء في الدفاع، سواء في الجيش، في كل المجالات كانوا كارثة. لذا أنا لا أحبه.